رجل قرر الأطباء إجراء عملية قيصرية لزوجته لاستخراج الجنين، لكنه رفض ذلك لكي لا يطلع الأطباء الرجال على عورة زوجته، وماتت الزوجة هي والجنين محتسبا ذلك عند الله، فهل عليه شيء أو كفارة؟ هذا أخطأ خطأ كبيرا، لأن العملية في هذه الحالة ضرورية ضرورية. إن وجد نساء يقومن بالعملية استغنى عن الرجال، وإلا فلا بد أن تجرى العملية ولو على يد الرجال، لأن هذه ضرورة، والله جل وعلا أباح للضرورة، أباح للضرورة ما لم يبح في غيرها إلا ما اضطررتم إليه. فهو أخطأ في هذا، عليه الاستغفار والتوبة، وهو مجتهد ولكن أخطأ في اجتهاده.